بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم أو تكونوا أعزائي طلبة السادس الإعدادي. درس جديد من دروس أسلوب الاستثناء، وبالتحديد في موضوع كيفية استبدال أدوات الاستثناء فيما بينها. ولكي نتمكن من استبدال أدوات الاستثناء لابد من معرفة عدة أمور. الأمر الأول، يجب أنه نحدد نوع الاستثناء، هل هو استثناء تام أو مفرغ، والتام هل هو متصل أم منقطع، مثبت أو منفي. إذن النقطة الأولى، حتى نستبدل الأدوات بشكل صحيح يجب أنه نحدد نوع الاستثناء. عرفنا نوع الاستثناء، بعد معرفة نوع الاستثناء نحدد الموقع الإعرابي للمستثنى، والموقع الإعرابي هل هو واجب النصب، هل هو جائز الإعرابيين، هل هو حسب الموقع. إذن نحدد الموقع الإعرابي للمستثنى أو حكمه، هل هو واجب النصب ومتى يكون واجب النصب؟ في الاستثناء التام المتصل المثبت، وفي الاستثناء التام المنقطع. ومتى يكون جائز الإعرابيين إما منصوب جوازا أو بدلا من المستثنى؟ في الاستثناء التام المتصل المنفي. وفي البدل قد يكون منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا لأنه تابع للمستثنى منه فيأخذ حالته الإعرابية، أو حسب الموقع ومتى يكون حسب الموقع الإعرابي في الاستثناء المفرغ. إذن هاي فقرتين يجب أنه نعرفها. الفقرة الأخرى أنه غير وسوى هما المستثنى وأداتا الاستثناء في الوقت نفسه، أما إلا فهي أداة الاستثناء والمستثنى يقع بعدها. غير وسوى لهما نفس الحكم الإعرابي للمستثنى بإلا، وما بعدهما مضاف إليه وهو المستثنى بحكم إلا. الفقرة الأخرى أيضاً أنه غير وسوى يتصل بهما الضمير اللي هي كل الضمائر، وخصوصاً الضمائر النصب اللي هي الكاف والهاء والياء، الغائب والحاضر والمخاطب. إذا هنا لاحظ غيره سواه، غيركم سواها. أما الأداة إلا فلا يتصل بها الضمير، وإنما يكون ضميرا منفصلا بعدها. فإذا اتصل بغير وسوى ضمير وأردت الاستبدال بإلا، وجب جعل الضمير نفسه منفصلا بعد إلا. فإن اتصل بغير وسوى ضمير يدل على الغائب، يجب أن نضع بعد إلا ضمير يدل على الغائب أيضا. وإن اتصل بهما ضمير يدل على المخاطب، وجب وضع ضمير للمخاطب بعد إلا في حالة الاستبدال، والعكس صحيح. ولاحظ الجدول اللي راح يوضح لنا. غيري هذه غير الاستثنائية ومعها الضمير الياء، وهذا الياء يدل على المتكلم. لاحظ عند الاستبدال في حالة الرفع وفي حالة النصب. في حالة النصب غيري، الغير نبدلها بإلا، بقى الضمير اللي ويا غير المتصل عندما يكون ويا إلا نحوله ويا إلا يصبح ضمير منفصل، فالياء هنا تصبح إلا أنا، غيري تصبح في حالة الرفع إلا أنا. هاي في حالة الرفع. في حالة النصب، في حالة النصب عندنا الغير نبدلها بإيا بإلا عفوا، وعندنا ضمير واحد للنصب اللي هو إيا. إذن جبنا الضمير المال النصب اللي هو إياه، وبعدين ضفنا الضمير المتصل ويا غير، نضيفه ويا الإياه، فتصبح غيري بحالة النصب إلا إياي. إذن غيري في حالة الرفع إلا أنا، هاي لو كانت مستثنى يعرف في حالة الرفع. إذن إذا كان في حالة الرفع نبدله إلا أنا، إذا كان في حالة النصب إلا ونجيب الضمير إياه، وما واللي الضمير اللي ويا غير نضيفه مباشرة، أو هو نفسه نضيفه ويا إياه. لاحظ مثال آخر، غيره هنا هذه الهاء للغائب، عند استبدالها بإلا بالرفع تصبح إلا غير إلا بمكان غير، وهذا الهاء الضمير المتصل يصبح منفصل ويا إلا، ويكون ضمير رفع اللي هو هو. في حالة النصب إلا بدال غير، وجبنا الضمير النصب اللي هو إياه، وضفنا للضمير اللي ويا غير هنا الهاء، إذن نضيف ويا إياه الهاء. مثال آخر حتى توضح عندك،
غيرهم هنا إلا في حالة الرفع، والهم نزلتها نفسها في حالة الرفع صار إلا هم. طيب في حالة النصب إلا نأتي بالضمير إيا، وش عندنا ضمير ويا غير؟ عندنا هم نضيفه نفسه ويا إيا تصبح إلا إياهم. إذن غيرهم في حالة الرفع إلا هم، وفي حالة النصب إلا إياهم. غيرها في حالة الرفع إلا هي، وفي حالة النصب إلا جبنا ضمير النصب إيا وضفنا لما اتصل بغير من الضمائر، وهنا عدنا الها هو المتصل بغير، إذن نضيفه ويا الإيا ضمير النصب. غيركم إلا أنتم في حالة الرفع، وإلا جبنا ضمير النصب إيا وأضفنا لكم الضمير المتصل ويا غير، أصبح إلا إياكم في حالة النصب. هذه كلها راح نستخدمها بعدين بالأمثلة اللي راح تجينا بعد قليل. غيرنا هنا بحالة الرفع تصبح إلا، وإنا المتصل ويا غير يصبح منفصلا ويا إلا فيصير هنا نحن. وإلا جينا بضمير جبنا ضمير النصب إيا وضفنا لإنا نفس الضمير المتصل ويا غير. غيرك تصبح إلا أنت في حالة الرفع، وفي حالة النصب أيضا نفس الشيء، جبنا إيا ضمير النصب وبعدين خلينا الضمير المتصل بغير خلينا ويا إيا مباشرة. غيرهما هنا إلا هما في حالة الرفع، وإلا إيا وأضفت لهما نفس الضمير المتصل بغير فأصبح في حالة النصب إلا إياهما. إذن الضمائر واضحة، المتصلة ويا غير ويا سوا نفس الشيء، إذا متصلة ويا غير أو سوا كيف عند استبدالها بإلا، شلون أبدلها إذا كانت في حالة الرفع وإذا كانت في حالة النصب. إذن الاستبدال بالضمائر واضح، وراح ناخذ الجمل اللي راح توضح إنه. شهدت بأن الله لا رب غيره، لا رب غيره، هذه لا نافية للجنس، وكل لا نافية للجنس الاستثناء معها استثناء تام، قد يكون متصل وقد يكون منقطع. إذن هذه لا نافية للجنس لا رب غيره، عندنا قاعدة تقول لا نافية للجنس الاستثناء وياها تام، إذن هذا الاستثناء تام ومتصل ومنفي. إذن ما حكم غيره هنا؟ غيره هنا غير إما بدل وإما مستثنى منصوب، إما بدل من لا نافية للجنس واسمها، أو بدل من خبرها المحذوف مرفوع، أو استثناء أو مستثنى منصوب. إذا لاحظ هنا استبدل إلا بغير مراعيا الحالة الإعرابية ذاكرا السبب. الاستثناء هو تام متصل منفي، حددت الاستثناء. حكم المستثنى غير جائز الإعرابي، الأول منصوب جوازا على الاستثناء، والثاني مرفوع بدل في محل من محل لا نافية للجنس واسمها، أو بدل مرفوع من خبر لا نافية للجنس المحذوف جوازا، تقديره موجود. إذن وضحنا إحنا إعراب المستثنى أنه هو يعرب وجهين. وعند الاستبدال إلا بغير ننقل الحالة الإعرابية من غير إلى الضمير الذي سنحوله إلى منفصل في حالة النصب إيا مع الضمير المعطى الهاء فتصبح إياه، وفي حالة الرفع نراعي حالة الضمير غائبا كان أم مخاطبا أم متكلما، والذي في النص هو غائب كما ترى فيكون هو. إذن يكون الإعراب لا رب إلا إياه، أو لا رب إلا هو، لأن الاستثناء تام متصل منفي. إذن هنا الاستبدال إما يكون لا رب إلا إياه في حالة النصب لأنه هو منصوب جوازا، أو يكون لا رب إلا هو هنا إلا هو لأنه هاي الهاء ضمير متصل ويا غير، فعندما نستبدلها بإلا يصبح منفصل بما أنه هو ضمير غائب، إذن يصبح وفي محل رفع، إذن يكون في لا إله أو لا رب إلا هو. إذن أصبح الاستثناء أو استبدال إلا بغير هنا واضح، لا رب إلا إياه ولا رب إلا هو. لماذا؟ لأن الاستثناء تام متصل منفي. الآن أمثلة في الاستثناء المتصل المثبت. لاحظ
حضر الطلاب الدرس سواكن. هنا الاستثناء لازم نحدد نوعه. الاستثناء تام لوجود المستثنى منه اللي هو الطلاب، ومثبت لعدم وجود أداة نفي، ومتصل لأنه هنا السوا أو الكاف هو من جنس الطلاب، إذن هو استثناء تام متصل مثبت. ما حكم سوا هنا إذا كان الاستثناء بهذه المعطيات اللي عندنا تام متصل مثبت؟ هنا سوا واجبة النصب. لماذا؟ لأنه الاستثناء مثل ما ذكرنا تام متصل مثبت. إذن عند الاستبدال، استبدال إلا بسوا، ماذا نقول؟ نقول حضر الطلاب الدرس، وما دام هي في موقع وجوب النصب إذن نأتي بضمير النصب هنا إلا بدل سوى، ونأتي بضمير النصب اللي هو إيا، وضفنا له الضمير المتصل بسوى واللي هو الكاف، فأصبح حضر الطلاب الدرس إلا إياك. هذا بدلناها بإلا إياك لأن سوى هنا في موضع نصب. مثال آخر، نجح الطلاب غيره، أيضا الاستثناء تام متصل مثبت. إذن هنا غير ما حكمها؟ واجبة النصب. إذن إذا كان واجب النصب نأتي بالضمير إيا عند الاستبدال، فنقول نجح الطلاب إلا إيا، وخلينا ويا إيا الضمير الهاء المتصل بغير. هذا في حالة كون الاستثناء تام متصل مثبت والحكم وجوب النصب، هنا جينا بالضمير النصب إيا. لاحظ في الاستثناء التام المتصل المنفي، ما على الأرض من يحب سوانا. إذن ما على الأرض من يحب سوانا، هنا الاستثناء منفي وتام لوجود المستثنى منه اللي هو من يحب، الذي يحب، إذن هو تام متصل ومثبت. إذن ما حكم سوى في هذه الحالة؟ سوى هنا إما مستثنى منصوب جوازا أو بدل من المستثنى منه. إذن هنا على الأرض جار ومجرور خبر مقدم، ومن اللي هو مبتدأ مؤخر. إذن سوى هنا إما هي مستثنى منصوب جوازا أو هي بدل منين؟ بدل من المستثنى منه، والمستثنى منه هنا مرفوع، إذن تكون في بدل مرفوع. إذن عند الاستبدال لاحظ ماذا نقول؟ ما على الأرض من يحب إلا إيانا، هذه في حالة النصب كونه هو جائز النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية. إذن إذا نصبته نجيب ضمير النصب إيا ونضيف له الضمير المتصل ويا سوى اللي هو النا، وضفنا ويا الضمير إيا، إذن أصبح ما على الأرض من يحب إلا إيانا، هذا في حالة النصب. الآن نأتي إلى الحالة الثانية اللي هي في حالة البدل، وبما أنه المبدل منه مرفوع إذن يكون في حالة رفع. إذن سوانا النا هنا متصلة مع سوا، إذن فصلت ويا إيا وتكون في حالة رفع، ويا إلا عفوا وتكون في حالة رفع، ماذا نقول؟ نقول ما على الأرض من يحب إلا نحن. مثال آخر، لا نريد شيئا من أحد غيرهم. لاحظ لا نريد شيئا من أحد غيرهم، هنا غير جائز الوجهين. لماذا؟ لأن الكلام منفي والاستثناء تام والاستثناء متصل، المستثنى منه موجود ومن أحد، والكلام مثبت والمستثنى من جنس المستثنى منه. إذن ما هو حكم غير هنا؟ غير حكمها إما النصب على الاستثناء أو الإتباع على البدلية. إذا النصب نأتي بضمير النصب إياه، نقول لا نريد شيئا إلا إياه، وضفنا لهم الضمير نفس المتصل ويا غير، ضفنا ويا إياه، هذا في حالة الرفع. أما في حالة إذا عربنا بدل وبدل من أحد، إذن هنا نقول إلا منهم في حالة البدل، لأنه المبدل منه هنا مجرور، فإذن يكون في محل جر بحرف الجر. مثال آخر، ما جاء أحد سواكم. جاء فعل وأحد فاعل وهي المستثنى منه، وسواكم هي المستثنى. إذن الكلام تام، الاستثناء تام ومتصل ومنفي. ما حكم سوا هنا؟ سوا هنا حكمها جائز الوجهين، إما مستثنى منصوب جوازا وبستبدل تبقياكم، أو هي بدل مرفوع
لأن البدل يتبع المبدل منه، وبما أنه المستثنى منه هنا مرفوع فاعل مرفوع، إذا نأتي بضمير رفع اللي هو إلا، وأنتم بدلت الكم بأنتم لأنه في حالة الرفع، نبدلها بأنتم. إذا أصبح واضح إذا كان في محل رفع، إذا كان في محل نصب، إذا كان في محل جر. الآن في الاستثناء المفرغ، ما حضر سواه، حضر فعل وسواه فاعل. إذا حضر فعل وسواه فاعل، الكلام منفي، المستثنى منه ما موجود، إذا هذا استثناء مفرغ عند الاستبدال. لأنه سواه هنا فاعل، إذا يجب أن نأتي بضمير رفع فقط. أقول ما حضر إلا هو، هنا سواه بدلتها بإلا، الضمير الهاء المتصل بسواه يتحول إلى ضمير منفصل اللي هو هو. لا أناقش سواك، أناقش فعل والفاعل أنا وسوى مفعول به. لاحظ هنا سوى شنو؟ مفعول به، وهي في محل نصب أيضا. إذا عند الاستبدال نقول لا أناقش، بدلت إلا بسوى وجبت ضمير النصب إياه. ليش ضمير النصب؟ لأنه هنا سوى في محل نصب، لأن هنا مفعول به، إذا أجيب ضمير النصب إياه ويا الكاف المتصلة بسوى. إذا لا أناقش إلا إياك. ما فاز في السباق سواكما، أيضا هذا استثناء مفرغ، فاز سواكما أيضا هي فاعل. أقول ما فاز في السباق إلا بدل سوا، وكما تصبح أنتما لأنه هنا في محل رفع. إذا الاستبدال صار واضح. لم يأتي إلى الاجتماع غيرك، يأتي غيرك أيضا هنا فاعل، من اللي يأتي؟ فاعل غيرك، إذا هنا غيره هي الفاعل. إذا عند استبدالها يجب أن نأتي بضمير رفع، فنقول إلا بدل غير، وبما أنه غير هنا فاعل، إذا نأتي بضمير رفع اللي هو لم يأتي إلى الاجتماع إلا أنت. إذا صار الاستبدال واضح. أما إذا طلب منك الاستبدال ولم تتصل غير وسوى بضمير، بل كانت مضافة إلى اسم ظاهر، إذا طلب من عندنا، لاحظ أنه ينقص كل شيء بالإنفاق، ينقص كل شيء بالإنفاق غير العلمي. هنا ما عندي ضمير متصل بغير، هنا هي مضافة إلى ضمير إلى اسم ظاهر. إذا هنا أول شيء لازم نحدد نوع الاستثناء وحكم غير. هنا الاستثناء تام لوجود كل شيء، إذا الاستثناء تام، والعلم من جنس كل شيء، إذا هو متصل ومثبت لأنه لم يسبق بأداة نفي. إذا ما حكم غير هنا؟ غير هنا حكمها واجبة النصب. عند الاستبدال هنا نرفع غير ونخلي بدالها إلا، وحكمها الحكم مال غير اللي هو هسه هنا واجبة النصب يتحول إلى المضاف إليه بعدها، فيصبح العلم هنا هو المستثنى. لاحظ ينقص كل شيء بالإنفاق إلا العلم، هنا من صار المستثنى؟ العلم اللي هو كان مضاف إليه ويغير. إذا هنا المضاف إليه أخذ حكم وإعراب غير عند الاستبدال بإلا، والعملية عكسية أيضا عند استبدال إلا والصادق، الاستثناء تام لوجود المستثنى منه ومنفي، والمستثنى هو من جنس المستثنى منه. إذا ما حكم سوى هنا؟ سوى هنا ممكن أنه تعرب مستثنى منصوب جوازا أو بدل، إذن هي جائز الوجهين. لماذا؟ لأنه المعطيات اللي موجودة عندنا تقول أنه هذا الاستثناء تام متصل منفي، إذن سوى جائز الوجهين. عند حذفها استبدالها بإلا أو استبدال إلا بسوى، هنا الحكم الإعرابي لسوى سيتحول للكلمة اللي بعدها اللي هو الصادق، فتصبح لا ترافق أحدا إلا الصادقة. الصادقة في الحالتين هنا هي منصوبة، سواء كانت مستثنى منصوب أو سواء كانت بدل. لماذا؟ لأن المبدل منه أحدا هنا مفعول به منصوب، فإذا إذا قلت بالنصب جوازا أقول إلا الصادقة، وإذا على البدل أيضا إلا الصادقة لأنه المبدل منه هنا منصوب. مثال آخر، ما عاقني غير خوف الوشاتي، إذا ما عاقني غير خوف الوشات، عاقني خوف الوشات، إذا الاستثناء هنا مفرغ، احذف النفي، احذف الاستثناء،
عاقني خوف الوشاة. هذه الفعل عاق، هاي النون نون الوقاية، والياء مفعول به، وخوف هو الفاعل. إذا هنا بهذه الجملة من الفاعل غير الفاعل. إذا هنا لو حذفنا النفي والاستثناء الخوف هو الفاعل، لكن عند وجود غير من هو الفاعل هنا غيره. إذا هنا غير فاعل مرفوع، عند الاستبدال ماذا نقول؟ نقول ما عاقني إلا، حكمها راح يتغير على الكلمة اللي وراها اللي تصبح خوف الوشاة. إذا هنا عاقني خوف الوشاة، خوف هنا ستعرب فاعل. لاحظ كيف إنه عند حذف إلا واستبدال، حذف غير واستبدالها بالأداة إلا، هنا حكم غير سيتحول إلى الكلمة اللي بعدها وتصبح خوف هنا هي الفاعل. إذا الاستبدال صار واضح عندنا إذا كان بالضمائر أو إذا كان مضاف إلى اسم غير وسوى مضاف إلى اسم ظاهر. الآن حرف الجر يسبق غير وسوى، أما الأداة إلا فيأتي بعدها. يعني هنا لاحظ المثال بغيره، لاحظ حرف الجر الباء وهذا غير والضمير الهاء. هنا عند الاستبدال هذا الباء راح يتحول ما بعد إلا مباشرة، يعني الباء والضمير الهاء يصبح به، وغير استبدلناها بإلا. إذن هنا الغير تقع بين الجار والمجرور، إذا غير أو سواء تقع بين من؟ بين الجار اللي هو هنا الباء والمجرور منه اللي هو الهاء. إذن عند الاستبدال فقط نزحف حرف الباء حرف الجر ونخليه مع الضمير مباشرة ونستبدل هنا إلا بغير فتصبح إلا به. لاحظ على سواه العلا مباشرة تروح ويا الضمير الهاء تصير عليه ونبدل سواء بإلا فتصبح على سواه إلا عليه. مثال آخر ما سلمت على سواك، لاحظ العلا تزحف على أو تتحول مباشرة قبل الضمير الكاف تصبح عليك. إذن ما سلمت استبدل هنا سواء بإلا أو إلا بسواء، إلا بسواء لأنه الباء تدخل على المتروك استبدل شيل إلا خلي لي عفوا شيل سواء خلي لي إلا تصبح إلا عليك. مثال آخر لا أثق بغيرك، هنا حول حرف الباء خليه ويا الكاف تصير بك. إذا لا أثق إلا بك، واضح إن شاء الله. مثال آخر لا أعتمد على غيرهن أو على غيرهن، لاحظ هنا العلا تروح ويا الضمير عليهن تصبح عليهن إلا عليهن، واضحة؟ الاستبدال سهل، لا أعتمد على سواك العلا تروح ويا الضمير الكاف تصير عليك. إذا لا أعتمد إلا عليك. ملاحظة إذا جاءت صيغة السؤال بالامتحان كالآتي استبدل إلا بغير سوى، فالمقصود أنه ترفع غير سوى ونضع إلا لأن المتصل بالباء هو المتروك، المتصل بالباء هو المتروك. لاحظ هذا السؤال الوزاري فلقد ضربت البلاد فلم نجد أحدا سواك، لم نجد أحدا سواك إلى المكارم تنسب. لاحظ ما نوع الاستثناء، قلنا أنه الملاحظة الأولى أو الفقرة الأولى اللي نسويها عند الاستبدال أنه نلاحظ نوع الاستثناء هل هو تام أو مفرغ، وإذا تام هل هو متصل أو منقطع وهكذا. لاحظ هنا كيف تصوغ أسلوب الاستثناء لو أنك استثنيت بإلا بدلا من سوى واخترت الإتباع. هنا الاستثناء تام متصل منفي، إذن هنا المستثنى سوى جائز الوجهين، إما مستثنى منصوب أو بدل. هنا هو ذاكر لي اختار الإتباع، إذا نجي نحدد المبدل منه اللي هو المستثنى منه شنو موقع الإعرابي، هل هو في محل رفع أم في محل نصب؟ هاي خطوة ضرورية جدا. التابع المبدل منه هل هو مرفوع في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر؟ هنا لم نجد أحدا، هنا نجد نحن أحدا، إذا أحدا مفعول به.
إذن إذا قال في اختار الإتباع، إذن ماذا نقول؟ نقول فلم نجد أحدا إلا، ولأنه هي في محل نصب جينا بالضمير النصب إياه وضفنا له الضمير المتصل بسواء اللي هو الكاف، ضفناه ويا الضمير إياه. إذن تصبح العبارة الصحيحة لم نجد أحدا إلا إياك. سؤال آخر، يا بني انجو أو انجي، فإن القوم ما لهم حاجة غيري، ما لهم حاجة غيري. هنا موطن الشاهد، ما لهم حاجة غيري. أيضا هذا الاستثناء تام متصل ومنفي، إذن غير كم وجه بها هنايا؟ بها وجهين، إما بدل من حاجة أو مستثنى منصوب. إذن هنايا نحدد الموقع الإعرابي لحاجة، الما نافية مهملة، اللهم شبه جملة خبر، والحاجة مبتدأ. إذن ما إعراب غيري؟ واضح. كيف تستثني بإلا بدلا من غير مختارا الإتباع؟ أيضا هنا ذكر لمختارا الإتباع، من كان مختارا الإتباع؟ معناها ما نوع الاستثناء؟ معناها هذا الاستثناء تام متصل منفي، لأنه ما عندي اختار الإتباع فقط في هذا النوع من الاستثناء. لاحظ، إذن أيضا ذكر لمختار الإتباع، هنا همينا مختار الإتباع وهنا أيضا مختار الإتباع، إذن هاي السالفة يحبوها بالوزاري، فإذا ننتبه عليها. مختارا الإتباع بمعنى أنه لازم أحدد الموقع الإعرابي للمستثنى منه، والمستثنى منه ذكرناه هو مبتدأ، إذن هو مرفوع، فإذا ماذا نقول؟ نقول ما لهم حاجة إلا أنا، لأنه هذه الياء وذكرناها بالجدول، إذا تلاحظ أول وحدة الغير في حالة الرفع تصبح إلا أنا. إذن هنا صح ذكر لهنا مختار الإتباع وهنا مختار الإتباع، لكن هنا المبدل منه في محل نصب مفعول به، هنا المبدل منه في محل رفع مبتدأ، فإذا هنا اتغير الحل، لأنه هنا في محل نصب جينا بالضمير إياه، هنا في محل رفع المستثنى منه هو قال مختار الإتباع عربة بدل، إذا نأتي بالضمير الرفع اللي هو إلا أنا. إذا أتمنى أنه تكون. قال وزاري آخر، ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. لاحظ أنه الكلام منفي، المستثنى منه موجود اللي هو ثمن، والجنة هي من جزء من الثمن، إذا هذا الاستثناء تام متصل منفي. إذا ما هو نوع الاستثناء؟ تام متصل منفي. هنا السؤال، استبدل غير بإلا، هنا بالعكس العملية عكسية، بالأمثلة السابقة كان منطينا غير نبدل إلا بمكان غير، هنا المسألة عكسية، هنا عندنا إلا ويطلب من عندي أنه أخلي غير بدال إلا، وأعد صوغ الجملة مضبوطة بالشكل، معناها هنا يعني لازم نضبط حركة غير. بما أنه الاستثناء تام متصل منفي، إذن ما حكم الجنة؟ الجنة هنا إما مستثنى منصوب جوازا أو هي بدل، بدل منيا؟ بدل من ثمن، وثمن ما هو موقعها الإعرابي؟ ليس فعل والناقص ولأبدانكم شبه الجملة خبرها، وثمن هو اسم ليس. إذن هنا الجنة إما الجنة بالنصب على الاستثناء أو الجنة بالرفع لأنه هي بدل من ثمن. إذا لاحظ عند الاستبدال ماذا نقول؟ غير، لأنه استبدلنا هنا راح يكون المستثنى هو غير، غير الجنة بالنصب، وغير بالرفع الجنة، هنا الجنة في كل الحالتين هي مضاف إليه، المستثنى هنا أصبح غير، فإما غير أو غير، غير على النصب على الاستثناء وغير الإتباع على البدلية. سؤال آخر، فما لي شفيع عند حسنك غيره؟ ما لي شفيع عند حسنك غيره؟ أيضا الاستثناء تام منفي ومتصل، إذن ما حكم غير هنا؟ غير هنا جائز الوجهين، إما مستثنى منصوب أو بدل، والبدل خلينا نشوفه هو مرفوع لو منصوب لو مجرور حسب المبدل منه. نأتي على المبدل منه اللي هو شفيع، اللي هالما حجة المهملة، واللي شبه جملة خبر مقدم، وشفيع مبتدأ مؤخر. إذا هنا مبتدأ مرفوع، إذا هنا إما غيره أو غيره، واضحة؟
لماذا غيره؟ لأنه بدل من شفيع وشفيع مرفوعة، ولماذا غيره؟ لأنه مستثنى منصوب. لاحظ عند الاستبدال ماذا نقول؟ هنا استبدل باسم الاستثناء الوارد في صدر البيت، هنا في صدر البيت حرف استثناء، وأعد صوغ الجملة معللا. إذن عند الاستبدال نقول في حالة النصب إلا إياه، لأنه إحنا ذكرنا هنا في محل نصب ممكن أن تكون، فنقول إلا إياه. وفي حالة الرفع نأتي بضمير رفع، لأنه هنا في محل رفع نأتي بضمير الرفع اللي هو لأن الجملة المنفية والمستثنى منه من جنس المستثنى من جنس المستثنى منه، فالاستثناء تام متصل منفي، إذن المستثنى فيه وجهين، إما بالنصب فيكون إلا إياه، أو بالرفع فيكون إلا هو.